قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات، فقوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم الهمزة للاستفهام، والاستفهام في الأصل معناه طلب العلم عن الشيء المجهول بإحدى أدوات الاستفهام. فالسائل حينما يسأل يكون في الأصل يكون جاهلا، يريد أن يعلم شيئا، هذا هو الأصل عند البلاغيين. لكن هذا الاستفهام قد يخرج عن أصله لاعتبارات متعددة، وذلك لأن السائل قد يكون عالما، وهنا سؤال صادر ممن؟ من الله عز وجل العليم العلام الخبير بكل شيء. فيكون الغرض من هذا الاستفهام هو الإنكار والتوبيخ، فيكون بذلك إنكار على هؤلاء الذين اتخذوا هذه الآلهة معبودة من دونه عز وجل. وقوله أرأيتم يعني أخبروني، لأن الخبر لا يكون إلا عن رؤية. أفرأيتم اللات، اللات صنم من أصنامه، وقد يراد منه معنى آخر، وسيأتي معنا أنه رجل كان يلت السويق للحج، فلما مات عكفوا على قبره، فكيف نوفق؟ فيقال: لا منازعة ولا اختلاف، وذلك لأن هذا الرجل كان يلت السويق، فلما لت السويق فمات عكفوا على قبره، فاتخذوا قبره معبودا من دون الله عز وجل. قال بعض العلماء: إن اللات، وهي هذه الكلمة، أخذت من اسم الله الإله، وبذلك حرفوا أسماء الله عز وجل. وقوله العزى، العزى شجرة كانوا يعبدونها، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ليقطعها فقطعها، فلما عاد قال: إنك لم تفعل بها شيئا. فلما رجع رضي الله عنه وجد امرأة ثائرة الرأس عريانة فقتلها، فقال: قد قتلتها، فلا تعرض، وذلك لأن هذه المرأة يمكن أن تكون من ما تلبس به الشيطان وأزهم على فعلها، فكانت تجلس عند هذه الشجرة ويعبدون أو يتبركون بهذه الشجرة. ولأن عبادة هذه الأصنام هي في الحقيقة عبادة للشيطان، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كيف يعبد الشيطان؟ إذا أطيع في الإشراك بالله عز وجل. وسيأتي معنا أيضا في باب قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أنهم اشتقوا العزى من اسم الله العزيز. وقوله مناه، مناه صنم لهم سميت بهذا الاسم، إما كما قيل من باب الإلحاد في أسماء الله أنها أخذت من اسم الله المنان، وإما لأنها مشابهة لمنى، سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يراق فيها من الدماء، فكذلك سميت بمناة لكثرة ما يراق عندها من الدماء تقربا إليها. وقوله الثالثة الأخرى، الأخرى يعني الوضيعة، فلان متأخر يعني وضيع حقير، إن الأخرى راجعة إلى مناة وهي الوضيعة المتأخرة، والقول الثاني أنها ليست راجعة للكل وإنما هي راجعة للعزى، وذلك لأن العزى هي المذكورة ثانية ذكرت بعد اللات، فتكون الأخرى وصف على القول الثاني للعزى، وذلك لأن المذكورة أولا اللات والمذكورة ثانيا العزى. لو قال قائل: لماذا ذكرت هذه الأصنام الثلاثة مع أن لهم أصناما كثيرة تصل إلى 360 صنما، فلماذا ذكرت هذه الثلاث؟ ذكرت هذه الثلاث لأن هذه هي أعظم معبوداتهم، وهي أجل معبودات في نفوسهم. وأما بالنسبة إلى مناه فلأن التعظيم لها أكثر من غيرها، ولأن الإقبال إليها أكثر من غيرها، مع أن بعض العلماء يقول إن صفة الأخرى الوضيعة شاملة للكل، فتكون الأخرى وهي الوضع
والاحتقار شاملا للات والعزى ومناة. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى معروف معتقد وفعل الكفار، كانوا يجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم الذكور. قال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. وقال تعالى أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكموا. والآيات في هذا كثيرة، وذلك لأنهم كانوا لا يحبون الإناث. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون يعني على ذل أم يدسه في التراب يعني يئده. وقال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، ما الذي ضرب للرحمن؟ الأنثى. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وسبب قتلهم للإناث أنهم كانوا يخافون من العار، وكانوا في بعض الأحيان يقتلون معهم الذكور خيفة من أن يشاركوهم في الرزق. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر. ولما جاء الإسلام أراد أن يرفع شأن البنات، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وكسهن من جدته كن له حجابا من النار. قيل يا رسول الله واثنتان؟ قال واثنتان. وقوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى، تلك اسم إشارة ويعود هذا الاسم على ما اعتقدوا وما جعلوه من أن لله الإناث ولهم الذكور. وقوله إذا سبق معنا في شرح النحو أن إذا وإذ إذا نونتا فإن التنوين فيهما عوض عن جملة، وهنا إذا ونونت فيكون هذا التنوين عوضا عن جملة. وقوله تلك إذا المعنى تلك إذا اعتقدتموه من جعل الإناث لله عز وجل ولكم الذكور قسمة ضيزة، والضيزة هي التي جانبت الصواب بمعنى أنها قسمة جائرة غير عادلة. كيف لا تكون عادلة؟ لا تكون عادلة حتى بمقتضى العقل السليم، فإن القسمة العادلة أن تكون جوانبها معتدلة بمعنى أنكم جعلتم لله الإناث وجعلتم لأنفسكم الذكور، كيف والعدل والحق أنه جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة. وقال تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني زوجة لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ثم قال تعالى إن هي إن بمعنى ما، فإن هنا نافية بمعنى ما النافية، وعلامة إن التي بمعنى ما النافية أن يأتي بعدها استثناء. فقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي ما هي إلا أسماء، فقوله إن بمعنى ما النافية. إن هي الضمير يعود إلى الأصنام، فهذه الأصنام هم الذين جعلوها معبودات من دون الله عز وجل من تلقاء أنفسهم وتقليدا لآبائهم. فقوله إن هي إلا أسماء سميتموها، والتعبير عنها بأنها أسماء بمعنى أنها مجرد أسماء لا حقائق لها ولا وجود لها، وفي هذا تقليد للأمم السابقة. فهذه الأصنام والمعبودات إنما هي أسماء لا حقائق لها في الواقع، وذلك لأن أحدهم إذا رأى حجرا واستحسنه عبده من دون الله، فإذا رأى ما هو أحسن منه تركه وعبد الآخر. وقوله تعالى سميتموها أنتم
ضمير فصل يفيد التوكيد، يمكن أن يقول سميتموها وأباؤكم فيحصل المقصود، لكن ضمير الفصل إذا أتي به يراد منه التوكيد، ففي هذا تنديد لعقولهم كيف أقدموا على هذه الأحجار وجعلوها من تلقاء أنفسهم معبودات يصرفون إليها العبادة، فهي ليست من الله عز وجل. ولذا قال في ثنايا الآية ما أنزل الله بها من سلطان، فأنتم ضمير فصل يفيد التوكيد، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فقوله ما أنزل الله بها من سلطان توكيد لجملة سميتموها أنتم، المقصود منها أن الله عز وجل لم يشرعها لكم وإنما شرعتموها لأنفسكم. قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فقوله ما نافية، ما أنزل الله بها من سلطان، ومن هنا زائدة لتأكيد نفي نزول السلطان، والسلطان هو الحجة والبيان، فليس لديهم حجة ولا بيان ولا دليل على ما شرعوه لأنفسهم، بل إن الدليل قائم على أن المستحق للعبودية هو الله جل وعلا. وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، إن كما سلف بمعنى ما بمجيء أداة الاستثناء، أي ما يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله نقلا عن الإمام أحمد إن فساد العالم يأتي من أمرين، اتباع الهوى والآراء الفاسدة، فإذا رأيت حال من صرف عن الحق فلتعلم إنه إنما صرف إما لرأي فاسد أو لهوى متبع، والرأي الفاسد ناتج عن شبهة والهوى ناتج عن شهوة، والشبهة والشهوة بهما يحصل الضلال للعبد. فقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن هذا ناشئ عن شبهة، وما تهوى الأنفس ناشئ عن شهوة. ثم إن قوله تعالى من ربهم الهدى يفيدنا بأن الهدى ممن؟ من الله. ولذا أمرنا في كل ركعة أن نسأله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.